الجاليه الجزائريه حاب تكون عندها لمستها في فوش وصاري في البلاد، في التحولات اللي صارت في البلاد. راهم هنا باش يشاركوا المعلومات اللي عندهم والخبرات اللي عندهم مع لي بورتور دو بروجي، ولا جميع واحد عنده مشروع متخرج من الجامعه. وان شاء الله هذا لو بارطاج دو كونيسونس يقدر يسهل لهذا التلاميذ انه يفوتوا من مرحله لاخرى، وحنا نجربوا نضمنوا الاستمراريه. الطلبه تاعنا يعني اللي عندهم بعض اللي عندهم الافكار وعندهم مؤسسات ناشئه، يعني المحيط الاقتصادي الاجتماعي ماهوش محيط سهل، يعني راهو يعني فيه صعوبات، فيه ممكن عقبات. ولكن اذا عملنا هذا همزه الوصل بين يعني المحيط والجامعه والطلبه، ان شاء الله تكون فيه يعني طريق، نقولوا طريق تكون طريق مؤمنه. لقد وفرت دولتنا جميع الوسائل التي تتيح لكم اكتساب المعرفة والمهارات. تم توفير حاضنات داخل الجامعات تحت إشراف السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما أن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة تعمل بالكامل لخدمتكم.